قول لي فينهم بيبي ولا لا 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 مش ممكن يا شباب. شوفوا لك سامع قناة سلا إيفكت يا أخي، شو الإيفكت اللي عاملينه يا شباب يا أخي؟ رجع شوفه مرة تانية يا أخي، ركز معي كيف What the hell man. مرة أنا فكرت إيفكت أخرى. إيوه أوه لا 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 معلم شغلة أنا بدي كاستها وفيك على الروبوت. بربر 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 ذا بربر الوضع باللوز. عن جد عن جد شباب عن جد عن جد هذا البربر يعني شباب ركزوا معي كيف السمات عنده شاب في 2 ضرر طوروا بالكم في عنا هون 2 ضرر واحد ما اطلاق هذا يعتبر اول بربر شباب فيه يعني هو بربر وراح يبربر اكثر من هيك يعني 2 ضرر وسرعه بنفس الوقت. لا 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 ركزوا معي كيف يومي ندمر الوضع سو حبايبي كرب كيف ان شاء الله بخير ان شاء الله كيشتغل عليكم يوم مقطع جديد اساطير مثل ما انتم شايفين يعني بهاي المعلم عجله البربر الام 1888887 حبايبي قبل ما نبدا المقطع صلوا على حبيبي الله يسعد ليكم لا تنسوا باللايكات والشيرات والبرتاجات وجنوا نطوا ستوب 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 طلبوا بالكم طلبوا بالكم شباب حبايبي مثل ما انتم شايفين شباب هون الناس اللي عندنا كثير عروض متواجده بالشوب تو جيم حبايبنا عباره عن جواهر اضافيه سكنات اضافيه كثير كثير من الامور حبايبي مثل ما انتم شايفين المقطع شباب كل ما عليكم تشاهدون هذا الوضع تشوفون وتتبعوا الخطوات المتواجده حبايبي الكرام عندنا كثير من الـ يعني الاحداث المتواجده بالشوب تو جيم حبايبي حاط لكم رابط تحت بالوصف شباب ونفس الوقت شباب حاط لكم كود برومو تقدروا من هذا عن طريق هذا الكود شباب تشحنوا 20% جواهر اضافيه يعني وضع باللوز شباب الحلوين اوكي يعني متواجد كثير من عروض شباب متواجد بالشوب تو جيم يعني عن جد شيء باللوز صراحه في سكنات شباب اول ما تشحن اول مره بيطلع لك سكين مجانا وباقي كثير كثير من عروض شباب مثل الليفل اب ماكس اللي بتشحن مثلا لكل ليفل بيعطوك نسبه معينه من جوال حبايبنا سو حبايبنا طول بالكم معلم شوف البربر ليتس جو شباب اول شيء شباب حظي بعرف اعلم حظي شباب حصول هذا البربر يعني شباب يعني شو بدخلكم يعني بعرف انه حظ يعني نحس يعني بعرف اوكي بعرف انه ما راح يطلع لي يعني من اول لفه ولا من ثاني لفه ولا ما اعرف شلون بس راح نشوف معلم والله فقط راح يطلع لي معلم من هون من قبل اخر لفه معلم بام يا زلمه يا زلمه ايه بيض 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 في بيض انا ما يعني ما راح يطلع لي شباب يعني خلاص يعني انا مرات شباب بس مرات وصلت لمرحله يعني انه خلص وصلت لمرحله يا حبايبي انه خلص يعني ما توجع راسي شباب يعني خلص اضرب حتى يطلع لي يعني دام ها مش باللوز شباب باللوز وال شوفوا شكله شباب ليفل 1 شكله شباب ويلي وال كم وفرت شباب 500 من هون وال شباب كان يعني ادفع 1500 جوهره شباب باللوز والله حلو والله شباب لا 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 معلم ليه بطلع باللوز اوكي انا بطلع الايفو يا حبيبي ما انتم شايفين نجي لهون نشوف ليفل 1 ليفل 1 شباب هذا هو الشكل تبعه على تطوير السمات لما نطوره عندنا سرعه التحركه بتنزل اوكي وبنفس الوقت عندنا لا هو بضرب واحد وعدد اطلاق واحد كل شيء واحد هون تمام لما يصير ليفل 3 اوكي بس اللي بيظهر شكله بتغير بس اول ما نحط ليفل 4 شباب تمام هيك ضرب عليه شو ضرب بام اوكي وعندنا هون ليفل 4 شباب بعد اعاده تحميل يزداد معدل اطلاق خلال فتره معينه اوكي هي عند ليفل 6 شباب معناتها هذا مثل ما طول بالكم هون عندنا الضرر 2 اوكي حبايبي الضرر موجود عندنا 2 ومعدل 1 اوكي هي يعني هي ليفل 4 شباب يعني السبات الماكس اوكي بس ولكن ركز معي كيف فرشل هون ليفل 5 اول ما نقتل لاعب هيك بيطلع شكله تفرج اوه ماي جاد والله شيء مرتب شباب عندنا تاثير اطلاق النار هذا هو شباب اوكي بس ليفل 6 شباب هو ليفل 6 ركز معي بعد التحميل يزداد معدل اطلاق النار لفتره معينه يعني شباب بعد ما تحمل بعد ما تعمل ريلودينج عندك الطلقات يعني هاي بتصير 2 يعني موجود عندك 2 ضرر و2 معدل اطلاق نار باللوس اوكي معنا فتح القدرة هي تقصد هي فتح القدرة وبنسمع الامر الرقصة عن جد رقصة باللوز معد هذا المظهر الجديد يعني هذا المظهر يعني
Oh my god, يا لطيف كواكب عليه. ويلي 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 يعني شباب هدول هذا البربر يعني عبارة عن دام هذا البربر شباب عبارة عن مزيج ركز معي كيف الافكت الموجودات شباب بالافكت موجودات شباب هذا البربر عبارة عن مزيج من هذا البرابر مالهم وينه هذا البربر وينه هذا شايف شوف هذول وينه ها شايفين معي كيف يعني حتى معلم بنشوف بالافكت تبعهم شايفين عند كواكب وما كواكب واشياء معلم وال 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 بس خلينا على هذا معلم حتى هون الشكل شباب هون ركز معي كيف هون الشكل تغير اوكي هلا المهم انا وقت الجد شباب وحان وقت التطوير هذا البربر يا اساطير لهيك شباب انا بالعاده ركز معي شباب بعمل شباب معي 10500 شباب ولا شوف شو رح يكفي ولا لا ماشي عندنا هون شباب انا دائما بالعاده شباب بشتري العديد من الصناديق بشتري تقريبا شوف بشتري صناديق انا هيك طريق الشباب عشان يعني نجيبه باقل سعر فهمتوا علي شلون يعني هلا 21 معلم هيك تمام يعني هاي ناقص 100 اوكي ناقص 100 جوهره شباب 100 بتجيبه يعني شفتوا علي شلون اوكي هذا هو هذا هو الاقصد ايه هذا معلم انفق حد الانفاق 500 يعني معلم ركز معي كيف اول تجيب هيك نعمل هيك اوكي لا توصل ال 500 جوهره مثلا اوكي اول ما توصل 500 جوهره معلم بلوس يعني بشتري 13 بحاول اجيب اقل من فهمتوا علي شيء تخفيضات هيك مشان يتكلف يعني بسعر اقل اوكي شباب خلينا نعمل هيك معلم 13 نشتري كذا نشتري هيك تفضل معي نفتحهم كلها فرد مرة اوكي هي تخفيض معلم اوكي بلوس تكتيك الافع يا برو شوفوا يعني اول ما تعمل هيك بتعمل تخفيض معلم تحاول تختار يعني تحاول تختار يعني قول لي فتحناهم هذول اوه 7 9 والله بلوس والله بلوس شباب والله بلوس نجي لهون اي 22 23 واحد يا زلمة دايم هو بالك شباب رحت لك يا اخي يا اخي رحت انا اشتريت مثل الدب صناديق اوكي ولحد الان طول بالك نجي على المخزن وين هي اخرى تمام نجي لهون اللي هاي 30 هاي 52 واحد معنا صندوق مسيطر الفضه الازرق ايوه وال حلو 10 ويل 10 طلعت لي حلو والله شباب يعني شوفوا هيك شباب شايفوا معي كيف يعني عشان باللون شفنا يعني احسن ما شو مدخلكم يعني احسن ما تيجي تشتري من هون معلم هون هاي واحدة بعد واحدة يعني كل واحدة بعشرة جواهر تمام بس هاي معلم مسو... لا وينها لا مو هاي وينها وين راحت هاي وين راحت هاي سلمي وين الصناديق يهديك ربي يا سمير هذا هو هاي هون يعني بأربعين تقدر عندك الفرصة الحصول على ثلاثة أربعة وإلى آخره يلا كم شباب هون عندنا بشتري 900 بتستخدمين تخفيض 100 شباب ما في مشكلة شباب يعني فرق خفيف بيكون بس يعني أوكي رح نحاول نشتري كثير من الصناديق شباب فهمتوا علي شلون نشتري كثير من الصناديق عشان يعني يعني راح يكلفنا كثير وال 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 ان شاء الله يكون معلم وانا تعرف هالمره نشري يا اخي طول بالك نعمل هيك باللوز بدي افتح الصناديق شيطان او في تسعات شايف انه في تسعات باللوز روح يا برو هلا شباب راح نوقف الان لنشوف نبلش بتطوير هذا السلاح دام اول ليفل شباب ليفل 2 ليتس جو نايس هاي ليفل 2 شباب وهي ليفل 3 بلوز ايوه وهاي ليفل 4 او ماي جاد والله شباب الصراحة كثير متحمس لندخل نجربه شباب صراحة كثير متحمس يا اساطير ندخل نجربه ويلي ويلي هون صار ليفل 4 هون صار عندنا السمات ارتفعت هلا صار هلا باقينا كم معلم ليفل 6 هلا ليفل 6 هذا ليفل 6 ويلي 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 هي فتت عنا التلقات هون بلا بخلهم انا شباب باقينا 400 عنصر من هذا ونطوره ماكس معنا 4000 جوهره شباب اوكي شباب نشوف لازمنا شباب نشتري لازمنا كم اي 400 هذا هو ايه خلينا نشتري 21 ليتس جو تمام يعني اول ما نشتري زياده فهمتوا علي شلون انا دائما معلم حبيبي والله حابين هيك باللوز اوكي فتح نايس حلو خلينا نشوف كم صرعنا خلينا نشوف كم صرعنا اوكي كمان نفس الشيء نشتري كمان صندوقين
نفس الـ نفس الـ نفس الصناديق اللي اشتريناها ووضعنا باللوت. يعني كمان 40 صندوق. حلو حلو، كمان 40 صندوق اعتقد هيك وضعنا باللوز. هيك وضعنا يعني اللوز الجوز كل شيء. شيء لهون طبعا في شويه سيت صار على الدجه. ول كمان 50 يهديك ربي. اشتري 13 معلم، نعمل التخفيض عليهم باللوز. بس هيك يا معلم، لا بليز بليز يعني بليز يعني مان لا توجعي راسي. اها 600 وبصوت معلق هذا. اوكي هي نرفع معلم الليفل ماكس. ليتس جو. ويك شباب شفنا يا لا لا معلم، هي الافكت رح تطول معلم وما اعرف شو حركات وبركات ويا السلام علي. وال 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 فرق. ديم 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 مع الرقصه. طبعا طبعا الرقصه نروح نعمل لها تزويد بشكل سريع لانه الرقصه كثير مهمه يا شباب. الرقصه شباب يعني لحالها شيء شيء عالم ثاني معلم. هذا بربر شباب، هذا بربر يا ستير. هي الرقصة. اوكي بس شو راح نحطها معنا؟ شو حاطين هون؟ حطها هون، حط الرقصة هون باللوز. اوكي نجي لهون نعمل هيك. يا لطيف ديم. اشي باللوز الصراحة، اشي باللوز شباب. ندخل على السريع على التدريب. لا شوي ندخل على التدريب، حتى دايما نشوف الوضع هذا البربر الشباب. نشوف وضع هذا البربر يا ستير. ليتس جو. ويلي 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 ويلي. اول بربر شباب لعبه فري فاير. ديم فرجوا على الشكل شباب. او ماي جاد. لا لا لا، نار وشرار وكهرباء شباب. يعني اشي باللوز. هات لنشوف. طب خلينا نعمل الرقصه هاي شباب باللوز. او ماي جاد. او ماي جاد. مان 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 مان. حلو نشوف البربر تبعي معلم. والله سريع. هون شباب، هون في شعب بيطلع هون على الزاوية اللي عند البربر. ما تعمل على اليمين شايفين معي شيء كباب هيك يعني. قول لي هون هون شوفوا هون هون بعد التحميل زيادة زيادة معدل. شفت شوف 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 معي كيف ما زبطت. هلا زبطت يعني لما تعمل ريلودي، لما تعمل ريلودي شباب يعني بضرب اسرع اكثر يعني. اوه لما يكون ماكس. ول ول لا ندخل نبربر الشباب. لازم ندخل نبربره المعلم. بدنا نبربر السكواتات يا سلام. ايش فيهم شوي معلم؟ وين هات شوف البربره. ول حبيبي واش حبيبي واش حبيبي حبيبي. يلا يلا معلم بربر بربر. الكل بيفك، الكل افك معلم. مسج المسج شوف معلم لما تقتله شو بيطلع الوضع. طولوا بالكم المقتل شي لاعب. اي بربر يا سلام. بلش معلم يقدروا فينا يا زلمه. طولوا بالكم طول بالك معلم. هات لنشوف هات لنشوف معلم. في واحد وراي ولا شو؟ واحد وراي. حاول تجيبه وطة يا اخي. الوطة بعدني خربان يعني. ايه خربان ويل برو. لا لا ولا بربر فيك ولا. اوه شوف لك يا لطيف. حتى لما تقتل اللاعب علم. طب خلينا بس نجرب عليك يا حبيبي، بس نجرب عليك الهيد شوت. نجرب عليك الهيد شوت برو. ويل 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 ويل. اوه لا 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 يا ستير. والله معلم عن جد يعني الافكت كل افكت وهذا معلم عن جد شيء بالله. هلا حبيبي ويل حبيبي. اوه يا لطيف على الوان. طب يا شباب ويلي 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 معلم. يا اخي عندي معلم والله راح يجوني معلم كل مكان. مشكله يا حبيبي والله. تعالوا تعالوا فرقت هدول دود معلم. خلينا نشوف فيهم شباب. نبربر. يا اخي شيل زعلت التدريب معلم. بيقدروا فيه كثير غدر يا جماعه، فيه كثير غدر يا جماعه. اوه الكيل افكت والله مبلوس. لا 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 هذا صعب عبيته يا مخلص. استور يا برو استور. واي واي شباب شباب اقسم بالله جاب بربر والله شكله باللوز يعني. والله يعني يعني راح اشوف اكثر بال بال بال. اوكي تعالوا 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 تعالوا. شو هتعمل؟ او ماي جاد مان او ماي جاد. صراحه شباب مشي باللوز. اجرب على الادم شوف وضعهم على الادم معلم. شو شو حبت شو اللي مطلع ولا شايفه شوي بالبربره يعني. هو بالايم معلم لازم اغذي البط. اوكي اوكي شغال معلم. حلو انا اشوف هيك باللوز. شوف لما تعمل ريلود معلم بيزيد سرعته. شايف معلم تعال ريلودينج بيزيد سرعته. انا بضرب يعني تقريبا
منطعشات هيك 17 فهمتوا علي؟ بس ضرره ده ضرره قوي الصراحه يا جماعه. ويلي ويلي ويلي. اوكي باللوز هي العلامة ما بتشوف العلامة بتاع نايس نايس. اوكي حبيبي كيف الله يسعد ياكم يا اساطير، اعتذر لكم هذا البربر حبيبي صاحب البربر يعني راح نشوفه اكثر واكثر شباب بشكل اكثر بالجيم بلاي على اللايف ستريم فهمتوا علي شلون. الله يسعد ياكم حبايبنا ان شاء الله استمتعتوا بهذا المقطع، لا تنسوا بزر اللايك والشير والمشاركة، لا تنسوا تشوفوا العروض الموجودة بالشوب تو جيم حبايبي. الله يسعد ياكم يا اساطير ونشوفكم على خير، يومكم سعيد، سلام عليكم.